الصندوق الدولي ما تيسلف لا للتسيير ولا للاستثمار باش نصحوا الامور نتاعنا. صندوق النقد الدولي عاد كيعطي لما كتوفر على مجموعه من الشروط في الماليه العموميه واحد الخط ديال الائتمان لظروف كوفيد استعملناه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يمر هذا الخط الائتماني الحالي دون استعماله. ما تم استعماله هو خط مرتبط بدول وهي عددها 19، وهذه كنعتقد بانها مصدر فخر للمغرب اننا كنا البلد الوحيد اللي دخلنا مع هذه البلدان باش ناخذوا خط يعني ائتماني مرتبط بالالتزامات المناخيه، وكان فيها مجموعه من الالتزامات. لما تستوفى في كل سنه المغرب تياخذ ذاك المبلغ، هو تقريبا تيتعوض بالكابيتال 1% على 30 سنه. يا ريت ان ينخرط المغرب في خطوط ائتمانيه وفي برامج اخرى متكرره، لان ما نساوش بان المعدل نتاع الدين راه الحمد لله رغم التطور اللي كنا فيه يفوق بكثير. الان فيما يخص المديونيه كيف كانت وكيف طلعت، انا نقول لك بان المديونيه في 21 هذه الارقام لا تحتمل اي قراءه، كانت 72%. في سنه 2026 ان شاء الله غادي نوصلوا ل 68.8% لسبب بسيط، لارتباط مستوى المديونيه بالعجز المالي السنوي. العجز المالي اللي كنا فيه في سنة 21 كان هو 7.1، لن أعود إلى أسبابه وظروفه. اليوم غادي ننهيو سنة 24 بحول الله ب 4%، وغنمشي ونجيب لكم مشروع قانون المالية المقبل إن شاء الله ب 3.5، وسنة 26 ب 3%. وكلما هبط العجز المالي كلما كانت المديونية تمشي في خط تنازلي. الآن فيما يخص التمويلات المبتكرة، التمويلات المبتكرة أولا كتعمل بها لا في القطاع الخاص ولا في البلدان كلها. هي احنا في المغرب يا ريت لو كان كنا وصلنا للمستوى أننا ندخلوا في المحاسبة نتاعنا الأصول التي تتوفر عليها الدولة، لأن القيمة نتاعها أكثر من 800 مليار تاع الدرهم. لم نصل الى هذا. الا كنا كان مطالبين بايجاد طرق تمويليه اخرى وبابتكارات اخرى، راهي هذه. دابا واش المواطن ملي تيمشي للمستشفى بنو سيناء تيسول على من مكتوب هذاك التيتر نتاع المستشفى بنو سيناء؟ تيهمو السيرفيس اللي كاين، الخدمات التي يوفرها المستشفى، والمستشفى تواصل وزارة الصحة تدبيره وتسيره. ما نقوم به اليوم هو أن نمكن الحكومة وبلدنا من توفير هوامش نضاعف بها الاستثمارات والأصول في مجالات أخرى. شكرا. هذا هو التمويل المبتكر. شكرا.